السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خالد سمو من قناة سمو بو. فهذه الحلقة سوف تكون حول طريقة في كيفية تحويل أموالك، يعني كيف ما كانت، يعني إذا كان أموالك في الباي بال أو أموالك في البايزا أو أموالك في الباير أو أموالك في البيرفكت موني أو في الأدفانس كاش أو في أي بنك، كيف ما كان نوعه، يعني تريد أن تحوله يعني من بنك إلى بنك أو حتى من عملة إلى عملة، أقصد العملات الإلكترونية فقط، عملات البيتكوين توكوين الإيتر، وهناك الداتش وهناك الكثير من العملات الإلكترونية التي يمكن أن تقوم بتحويلها إلى الباي بال أو العكس، يعني تقوم بشراء أو تقوم بتحويل أموالك من باي بال الى تلك العملة. فهناك كثير من الاشخاص من يقدم هذه الخدمات لكن يأخذ منك سعر غالي جدا يعني مقابل تلك الخدمة. سنقوم بمشاركة معك افضل المواقع التي يمكن ان تقوم بشراء منها يعني او تحويل اموالك باقل اسعار ممكنة. ستشاهد كل هذا في هذا الشرح. قبل ان ندخل في الشرح، ادعوك للاشتراك من خلال ضغطك على زر سبسكرايب اسفل هذا الفيديو، وكذلك لا تنسى دعمي من خلال ضغطك على لايك. مشاهدة ممتعة. مرحبا بك مرة أخرى. فقبل أن نبدأ في هذا الشرح، ندعوك للإشتراك من خلال ضغطك على زر سبسكرايب، وكذلك لا تنسى أن تقوم بتفعيل الجرس لتتوصل بجديد القناة دائما. فكل ما عليك أن تفعله هو أن تقوم بالضغط على الرابط الذي ستجده أسفل هذا الفيديو، سيحولك مباشرة إلى موقع أوكيشانجي. هذا الموقع الذي من خلاله يمكن تحويل أي عملة إلى عملة، يعني من أي موقع إلى موقع. فعلى سبيل المثال، يعني لو لديك يعني المال في الباي بال أو في الباير على سبيل المثال، ستقوم هنا بكتابة الباير، وهنا تقوم بكتابة يعني يعني أين تريد أن تقوم بإرسال المبلغ الذي لديك في الباير. أريد على سبيل المثال أن نختار الباي بال، وأضغط هنا على الباي يعني باي بال يو اس دي. يعني هناك يعطيك العديد من العملات التي توجد أصلا في الباي بال، تقوم باختيار العملة التي تريد أن تحصل بها على أموالك. وهنا يعطيك المواقع، يعني هذه لائحة المواقع التي من خلالها يمكن لك أن تقوم بتحويل أموالك من الباير إلى الباي بال بدون أي مشاكل. فكما تشاهد معي الآن، هنا يقول لك يعني في موقع الإيباي فإنك على كل $1 ستحصل على 0.94، هذه الاقتطاعات الخاصة بالموقع. أوكي، يعني هذا أحسن موقع يمكن أن تقوم بتحويل الأموال يعني من خلاله. يوجد كذلك الإيب أو الإيوبمان، يعني هذا الموقع كذلك يقوم بتقديم لك على كل $1 0.87، لكن الأعلى سعر هو الإيباي. هنا يعني شانجي فوريو يعطيك على كل $1 0.8590 سنت. كذلك هنا شانجيكس يعني يعطيك على كل $1 0.8510. هنا كذلك يعني عدد الطلبات التي تم طلبها، هنا تم طلب يعني من موقع الاي باي 12000 او تقريبا $13000. اوكي، سأقوم على سبيل المثال باختيار الاي باي، وتقوم بالضغط على الأدوية هنا، ثم تقوم بفتح حساب على موقع الاي باي، وتقوم من خلاله بعمل يعني ديبوزيت أموالك، وبعدها تقوم بعمل ويذر لأموالك مباشرة بعد أن تقوم بهذه العملية. فنعم، تقوم بتحويل الأموال بالطبع. فنفس الشيء يعني بالنسبة لهذه المواقع، هذا الموقع يعني أوكيشانجي يعطيك أفضل المواقع التي من خلالها يمكن لك أن تقوم بتحويل أموالك. يعني يمكن أن تقوم بتحويل حتى البيتكوين، يعني في حال كان لديك البيتكوين. أوكي، هنا يعطيك البي تي سي، تقوم باختيار يعني من البي تي سي إلى الباي بال أو العكس. أوكي، هنا يعطيك كذلك الموقع، أحسن موقع هو موقع الإي باي بالطبع. هنا كذلك يعني سأقوم بتغيير العكس، هنا يعطيك أوكي. أوكي، لا يوجد يعني لا يوجد أي موقع يقوم بتقديم هذه الخدمة، خدمة يعني من تحويل ما من الباي بال إلى البي تي سي. فقط يوجد العكس، يعني في حال كنت تريد أن تقوم بتحويل أموالك من البي تي سي إلى الباي بال. أوكي، هنا يعني جميع البنوك وكذلك العملات المتواجدة، ستقوم فقط بزيارتها والدخول وتشاهد يعني المواقع. يوجد يعني أدفانس كاش، يعني بيرفكت موني، نتلر، هناك الكثير والكثير، يعني الاب بايمون والكثير والكثير من البايزا كذلك، وهناك السكرير حتى ويب موني، والكثير من البنوك وكذلك الكثير من العملات المتوفرة في هذا الموقع.
هذه العملة المتوفرة ليتكوين البي تي سي وكذلك الايثر والداش والدوكوين والمونيرا وكذلك هنا الزيكاش الايثريوم كلاسيك وهناك الكثير والكثير من العملات المتوفرة في هذا الموقع. فنحن الآن قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى يكون هذا الفيديو قد أعجبك. في حال أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك، وكذلك لا تنسى الاشتراك في القناة في حال كانت هذه أول زيارة لك بالقناة. كان معك خالد سمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.